طب نعمل ايه عشان نرجع للمعاني الراقيه دي؟ نعمل ايه عشان نبقى احنا وماشيين بناخد بالاسباب دايما، احنا وبناخد بالاسباب نكون متمسكين بمدد الله سبحانه وتعالى. اول حاجه، مهما كانت اللي انت طالبه صعب، ايه اللي حاصل؟ ابدا ببسم الله في اي حاجه. ومعنى ان انت تبدا ببسم الله ان انت تقول سادخل عليك يا هذا السبب بماذا؟ بسم الله، بمدد الله. واعمل ايه؟ وجزأه وسير فيه، وما تخليش حاجة أبدا تعجزك، واجعل بسم الله حالة من حالات ماذا؟ حالة من حالات إن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مدخلا جديدا في الحياة. يبقى أول حاجة سمي الله في كل شيء، لأن أنت لما تسمي الله في كل شيء أنت ستسير بمدد الله سبحانه وتعالى. كتير من أحيان كتير منا بينسى إن هو يسمي الله. أنا مش عايزك تسمي الله عشان ده ذكر بس، أنا عايزك تسمي الله عشان تستحضر أنك مع الله وأن الله معك. عبارة جميلة جدا جدا، وأنا أسعى معك، معك عشان تحس بمعية الله. يبقى العبقرية في هذه الحكمة معية الله، أنك تحس أن أنت في معية الله. فأقول بسم الله، مش تقول بسم الله الغائب، ولكن بسم الله الحاضر الذي أذكر اسمه لكي أذكر أنه معي وأنه يساندني وأنه مددي. ده أول حاجة. حاجة تانية، لو سمحت دايما تعود ان انت تبص للحاجات بطريقه مبتكره. الحاجات اللي بتعملها حتى كل يوم بص لها بطريقه مبتكره، لان لما تبص لها بطريقه مبتكره انت رامي حمولك على الله، وبتبص للحاجه بشكل مبتكر هتلاقي ارزاق فيها، وهتلاقي نعم فيها، وهتلاقي مدد فيها انت ما شفتوش قبل كده. حتى لو كانت الكلام ده شيء بتعمله كل يوم، حتى لو كان ده لقمه الفطار اللي بتعمله الاولاد، اللي بتعمليه لاولادك كل يوم، حتى لو كان ده الكلام ده هو الأكل ولا الفاكهة اللي بتجيبها لأولادك كل يوم، بص لها بطريقة تانية، بص لها بطريقة تانية، وقول لهم أنا والله حسيت إن الفاكهة دي باب من أبواب ود الله للبيت ده كله، بتجمعنا وبتحلي أفواهنا. يبقى الكلمة الحلوة كمان لازم تكون هي فاكهة البيت ده. إحنا هنتكلم كلمة حلوة، واللي علمتنا الكلمة الحلوة دي الفاكهة النهاردة. إحنا هنعمل كده. بص للحاجات اللي المعتادة في حياتك بمدخل جديد. وأنا دايماً بحب دايماً عشان نقدر نكون مستحضرين واحنا واخدين بالاسباب المعيه مع ربنا، نقول الادعيه اللي انا بحبها. بقول كده: يا سندي ويا سعدي انت وحدك مددي، يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي. اتعودوا ان في الصباح والمساء تقولوا مثل هذه الادعيه، الادعيه اللي تخلي قلوبكم دايما بتتحرك ان ربنا لا يتركك، وكانك هتكتب على قلبك الباقي معك ما ودعك، الباقي معك ما ودعك، الباقي معك ما ودعك. ما تشيلش هم رزق طول ما انت بتسعى، ما تشيلش هم قلب يطيب طول ما انت بتسعى ان قلبك يكون رقيق، وكل ما انت متعلق بمناجاتك بالله سبحانه وتعالى ما تشيلش هم ان في حد يسيء اليك وقلبك يتوجع. طول ما ربنا بنظره ينظر الى قلبك، فاكيد نظره الى قلبك هيطيب قلبك.